الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق الذي جمعنا في بيته أن يجمعنا على منابر الجنة وعلى أرائكها متقابلين. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. أيها الأحباب، وفي روضة من رياض الجنة، أسأل الله أن يجعل ختامها أن ننادى من السماء قوموا مغفورا لكم، اللهم آمين. نتدبر وإياكم أيها الأحباب نداء من الحق جل وعلا يحذر عباده أن يحذروا أن يخالفوا أمره أو أمر نبيه عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نتحدث عن هذه الآية أقول: اعلم أيها المبارك إن أو أن سبب الشقاء في الحياة، وسبب العذاب في الحياة، وسبب الذلة والصغار في الدنيا والآخرة، بوابة انهيار الحياتين، أن تخالف أمر الله أو أن تخالف أمر رسوله. ولذلك السعداء فوق الأرض، الأنقياء الأتقياء الأخفياء، أولئك الذين قدموا مراد الله أمام مراد أنفسهم. ولذلك دائما أحبابي، إذا رأيت شقيا يمشي فوق الأرض فاعلم أن شقاءه بسبب نسبة المخالفة لأمر الله ولرسوله. ولذلك سأبدأ وإياكم بأول مخالفة. ما الذي جرى على أبينا آدم، أو ما جرى على أبينا آدم عندما خالف أمر الله في السماء، عندما نهاه من أكله من الشجرة، ثم زين الشيطان له ووسوس له ودلاهما بغرور حتى أكل من الشجرة، أي خالف أمر الله. ما الذي سبب أو ما سبب هذه المخالفة في حياة آدم؟ سببت أن أهبط إلى الدنيا، سببت هذا الشقاء الذي يعيشه تعيشه الذرية من عدوها الأزلي. ذنب واحد سبب خروج آدم وحواء عليهما السلام من الجنة. إذن ذنب أخرجهم من النعيم. كم من ذنب خالفنا الله فيه ورسوله؟ إذن إذا عددت الذنوب التي خالفت الله فيها وفيها أيضا وفيها مخالفة لرسوله، اعلم أن السعادة سترحل عنك، كما أن الجنة دار السعادة وخرج منها آدم لذنب. عدد ذنوبك أيها المؤمن. أهل أحد الرماة يقودهم عبد الله بن جبير، ويأمرهم الحبيب أن لا ينزلوا من ذاك الجبل. نزلوا فانقلب الانتصار إلى انكسار، وأصابهم قرح وآلام، وشج رأس نبيهم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وقتل بين يديه أصحابه لخطأ واحد في مخالفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهم أفضل جند وأتقى عباد الله جل وعلا قاطبة، اصطفاهم الله لصحبة نبيه، خالفوا انكسروا بعد أن كانوا قد انتصروا. وهكذا الحياة، إذا رأيت الانكسار في حياتك، الضيق في عيشك، الهم يسكن صدرك، الهموم قد جعدت وجهك، كلما أردتها أن تستقيم انقلبت عوجاء، اعلم في نسبة من المخالفة. عدل المسير إلى الله عبر الطريق المستقيم، وقدم مراد الله على مراد نفسك تستقيم الحياة. ولذلك قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. ولذلك بعضنا مفتون معذب في الدنيا والآخرة، والسبب أن نسبة استجابته لله ولرسوله قد قلت، وقد جعل الله الاستجابة له ولنبيه
حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكأن الذي لا يستجيب لله ولرسوله ميت، ولو كان له عينين ولسان وشفتين، ولو كان يحمل الدكتوراه في أدق العلوم، والله إنه ميت. نسبة الحياة، نسبة البقاء، نسبة الإنسانية، نسبة أن تكون فوق الأرض تسير في استقرار وحياة طيبة هانئة، هي أحبابي على نسبة الاستقامة والاستجابة والانقياد لأمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ولذلك أحبابي استقامتنا، لاحظوا أركان الإسلام، آسف، مراتب الدين. أولها القاعدة الكبرى إسلام، ثم إذا ابتدأ الإنسان يصعد بأعمال القلوب وبالاستجابة بلغ الإيمان، حتى إذا بلغ المراقبة في العمل كأن الله يراه أو هو كأنه يرى ربه بلغ المراقبة الإحسان. لذلك السعادة في الدنيا والآخرة معقودة بمستوى الانقياد لله جل وعلا في منشط ومكره وما تحب وما تكره. آية سورة النور أوامر، أخذنا آداب الاستئذان والسمع وآداب وأعراض المؤمنين والكف عنها، وأخذنا العين وغيرها. والحقيقة أن جميع أوامر الله إما أن تأخذها على أنها غير قابلة للاختيار لأنك عبد، وأكبر جريمة يرتكبها العبد أن يعامل الله وهو سيده أنه ند له جل وعلا. صدقون بعضنا راسب في الثوب، ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، لأن الله يقول العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني فيهما عذبته، من جر إزاره خيلاء لم، الآية ثلاثة لا ينظر، الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق السلعة بالحلف الكاذب اليمين الكاذب. الشاهد أننا حتى في الثوب بعضنا ما استجاب لله، مصيبة كبرى أن بعضنا قبل أن يأتيه الأمر من الله ومن رسوله يعرضه على عقله يناسب ولا ما يناسب. الإيداع، البيع بالحرام بالإيداع الحرام، أو أخذ القروض الربوية، أو وضع الودائع التي تأخذ عليها ربا سماها البنوك فوائد، هذا حرب لله. يا ضعيف، يا عبد، يا مسكين، أتأخذ سلاحك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم القيامة تبارز ربك بأن تبارزه وتحاربه بماله، من أنت؟ لذلك أحبابي انهيار الحياة الطيبة في حياة البعض، في حياة عند بعض الناس انهيار الحياة، ألا يعيش إلا هم وغم وضيق، سببها ضعف الاستجابة لله ولرسوله، سببها أنه فتن يوم أنه خالف أمر الله وخالف أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا سؤال، هل من المعقول والمنطق أن يكون عبد معبوده يأمره، وربه وهو مربوب له أن يأمره أمر ثم يكون له الخيارة؟ الله أعطاك اختيار، ولذلك بعض الناس يقول نحن مسيرون ولسنا مخير. لا، أنت مسير مخير، أنت مسير ومخير، لكن في بعض أنت مقهور بالعبودية. يا أخي، إن من شيء إلا يسبح بحمده، كل الكون حولك يسبح، كل الكون حولك ساجد، كل الكون خاضع، فلماذا لا تخضع لأمر الله؟ لماذا لا تستجيب؟ الأمانة سماوات جبال أرض كلها، لم تحملها وحملتها أنت أيها الظلوم. يا مؤمن، الله أعطاك الأمانة لأنه سيسألك عما ما أجبتم المرسلين، إجابتك لهذا النبي الذي أرسله. ولذلك طاعة رسول الله من طاعة الله، كما قال الحق من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لذا أحبابي، ونحن نختم سورة النور بأنوارها،
قول الحق جل وعلا قبل ذلك: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر بأن لا تجعل دعاء، يعني ما معنى أن تجعل دعاء الرسول كدعاء بينك بعضكم بعضا، أو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي أنك لا بد أن توقر هذا النبي فلا تناديه باسمه، بل ولا تناديه بكنيته، تناديه بشرف النبوة، ثم استجب لأمره ولا تعرض أوامره على عقلك. أحد الصحابة كان يسير في طريق من طرق المدينة والحبيب يخطب، فلما انتهى من الخطبة قام الناس، فلما أراد رآهم قد قاموا عليه الصلاة والسلام ناداهم اجلسوا، أي عنا له أمر يريد أن يخبرهم به، فجلسوا. الصحابي هذا سمع ماذا؟ اجلسوا، فجلس في قارعة الطريق وهو لا يدري لماذا اجلسوا وما الذي كان يجري في المسجد، لكن الصوت صوت نبيه عليه الصلاة والسلام، والأمر من أمر نبيه وأمر النبي من أمر الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فجلس، مر الحبيب عليه وهو في قارعة الطريق فقال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول اجلسوا. قال: زادك الله حرصا. بهذا الاستجابة وبهذه القوة في الاستجابة تصل إلى الجنة. أحبابي تسمحون لي، لا تغضبوا علي، صدقوني يا أخواني، حتى اللحية، حتى الثوب، حتى التعامل، بعضنا رسب في الاختبار في الاستجابة للصلاة، المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقبلها يقول: الله أكبر، وبعضنا وسادته أكبر، ولحافه أكبر، ودوامه أكبر، ومدرسة أبنائه أكبر، ولم يكن الله أكبر في قلبه. والدليل أنه يصلي بجوار سريره ويذهب للمخلوق وقد دعاه، وغائب عن الكبير المتعالي جل وعلا قبل خروجه بدقائق. إن الفتنة التي يعيشها البعض، الفتنة الشك والشرك، الفتنة التي تسبب الذنب وتسبب العقوبة، هي على نسبة المخالفة لأمر الله ولأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قسم العلماء، قسموا مستوى أو مراتب الاستجابة أو مراتب المخالفة، قالوا: قد الله قد جعل الصغار والذلة قرينة من؟ ترى بعض الناس يعيش فوق الأرض لن يستطيع أن يذوق يوما كأس عزة، سيكون ذليل مهان صغير، حتى ولو ارتفع نسبه وعلى كعبه وزاد ماله وأخذ من الوظائف ما أخذ، مهما بلغ، إلا أن الذلة من أخمصي قدميه إلى هامته. الله جعل الذلة والصغار لمن؟ وأحبابي، إذا أذل الله عبد من يعزه؟ إذا لعن الله عبد من يصله؟ إذا منع الله عبد من يعطيه؟ الحبيب يقول عليه الصلاة والسلام في أعطيت خمسا، قال: وجعل الذلة والصغار، الذل والصغار على من؟ قال: على من خالف أمري عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحبابي تلاحظ بعض الناس هو نفسه من نفسه، تسمحوا لي أقول، قرفان من نفسه، والله تعبان من نفسه، هو من داخله محطم، من داخله ما تلاحظون صاحب المعصية إذا أراد أن يزني، أجلكم الله، أن يلوط، أن يعمل جرما، في بدايتها تتوقد الشهوات في عروقه، فإذا فرغ منها بعد ثوان أو دقائق انكسرت نفسه وزاد ذله وانكسر وجهه واسود وجهه. ولا لا أحبابي، يشعر باحتقاره لنفسه، الاحتقار للنفس هذا لأنك خالفت أمر الله ورسوله، وقد حكم الله على عبد خرج من عبوديته إلى عبودية فرج أو شهوة، أو أنه اتخذ إلهه هواه أن يكون ذليلا ما عاش. والله لن يعتز عبد خالف محمدا عليه الصلاة والسلام، ولن يعتز عبد خالف ربه. ولذلك قال: وجعلت، أو وجعل الذلة
والصغار على من خالف أمري. ولذلك أنواع المخالفة، قد يخالف الكافر، وقد يخالف المبتدع، وقد يخالف العاصي، وكل واحد منهم على نسبة مخالفته يكون ذلته. لاحظ مخالفة الله ورسوله، هل الآية هذه قول الحق جل وعلا عندما قال جل وعلا في هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هل الخطاب فقط لأهل الإيمان؟ قد يخالف كافر، والكافر الآن يخالف أمر الله. النصراني مكذب بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، واليهودي مكذب بنبوة عيسى وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. أتعتقد أن اليهود وأن النصارى أنهم يعيشون عزة بهذه المخالفة؟ هل تعتقد أن المؤمن الموحد يكون ذليلا بمعصية الله وهو موحد، ولا يكون الكافر الأصلي ألا يكون ذليلا؟ بلى وربي، فإن الكفر والشرك أكبر أبواب الذلة. خذ مثال، أذل أمة من هي في العصر الحاضر من مدعي الإسلام؟ أما تلاحظون الرافضة؟ الرافضة حياتهم ما هي؟ حياتهم بكاء وعويل وضرب للأبدان، وإذا أرادوا أن يجتمعوا بكوا، ويتحدثون عن المراثي وعن الظلام وعن الظلاء وعن المظالم، ويا حسين، ويبكون ويقبلون العتبات ويلعقون أقدام الآيات، ويضحك عليهم الملالي بسرقة أعراضهم بدعوى المتع، وبسرقة أموالهم بدعوى الخمس. في ذل ولا مو في ذل؟ الله يا أخوان، ما ليس بعد هذا الذل ذل. تؤخذ امرأته أو بنته بدعوى أنه يتمتع بها السيد، وماله يسرق بدعوى أنه الخمس من آل البيت. أنتم شفتم من آل البيت أعجمي ما يتكلم عربي؟ والله يا أخوان حتى العقل لا يستجيبها، ومع ذلك عبثوا بهم وبوكلائهم. إذن دائما أحباب الانحراف عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام فيما شرعه الله جل وعلا بوابة الذل للمخلوق. الذل والصغار يبدأ محطات الانحراف فيه يوما أن تقدس العقل أمام النقل، أو أن تتخذ ربا غير الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، واللي يتخذ رهبانا عالما آية سيدا حبرا أي أمر. ولذلك تلاحظ الغلاة من الصوفية الذين هم أسياد الطرق ماذا يصنعون بأتباعهم؟ حتى بعضهم يبغى يسبح، سبحان الله، أصبر، لابد تأخذ السبحة من الشيخ، ها، من صاحب الطريقة، ولابد يعطيك الورد الخاص، ولابد يعطيك الجو والخلوات. عذاب عذاب. الله يقول ادعوني أستجب، حتى الفاء ليست موجودة، فأستجب، لا، هي أستجب، ليس بيننا وبين الله حتى حرف من حروف الهجاء، أستجب لكم. الله جل وعلا ما جعل المخلوق بينه وبينه واسطة، فإذا وضع المخلوق بينه وبين الله واسطة انحرف التوحيد عن جادة النقاء، وابتدأت الذلة والصغار والهوان. ولذلك أحد أسباب شقاء البشرية كلها والفتنة والعذاب، يعني تعتقد المجتمعات الكافرة التي بنت القصور وصنعت الطائرات وديسكفري وتشالنجر وطلعنا للقمر، وناوين يبنون في المريخ وبيزورون زحل، وكلام طويل. أجمل ما سمعت مرة من عالم من علماء التربية عندما قالوا أن آرمسترونغ أول، طبعا هم يقولون أنه وطأ على القمر، هل هو وصل أو لا نحن لا نعلم، لكن نقول إذا كان إن صدقوا ولو وصلوا، ماذا قال معبرهم أو حكيمهم؟ قالوا نحن بلغنا القمر. قال أمتنا بلغت القمر لكن أقدامها لا زالت في الوحل. كافر، ترى مو من عندي، كافر يقول نحن نخوض في الوحل. لما؟ لأن اللي وصل القمر يمكن ما يعرف أمه، والثاني يعرف والده. ما تجد أنهم مجموعة لقطاء في بعض بيئاتهم، مجموعة مفككة. وأكثر، سويسرا ما رأيكم في جمالها؟ رائعة، جميل، صفحة من الجمال على وجه الكون، انحسر الجمال عندهم، جميلة. أكبر دولة أوروبية في الانتحار هي. لماذا ينتحرون؟ ودخل الفرد عالي،
والأنهار تجري من تحتهم والقصور حولهم وجمال النعن والعلاج وانحراف لهم عذاب أليم. كل منحرف عن جادة الطاعة والانقياد. ولذلك أحبابي إما أن تكون عبدا لله فتعيش عظيما عزيزا، أو أن تكون عبدا لنفسك أو عبدا للعبيد، وأهون وأحقر منزلة في الحياة يوم أن يعبد العبد عبدا مثله، والعزة كلها يوم أن يعبد العبد ربه. الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لأصحابه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم، ولكن إنما أنا عبد فقولوا عبد الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لأن العبد إذا صرف للعبد انحرف بوصلة السعادة، لأن التوحيد هو الترمومتر للسعادة. كلما ازددت إخلاصا وتوحيدا بلغت في أعلى الذرى. نعود إلى قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لذا أحبابي أنا أتمنى كل واحد منا الآن أن تجلس مع نفسك جلسة مصارحة. كم نسبة انقيادك لأمر الله؟ كم نسبة انقيادك لأمر الله في الحياة؟ مثال: توحيدك، هل كل أعمالك له؟ أو أحيانا أحبابي بعض زياراتنا ونفقاتنا مجاملات، إذن انحراف في بوصلة التوحيد الإخلاص. هل كل الصلوات أنت تستجيب لله؟ كل الصلوات تستجيب لله؟ أم أن بعض الصلوات تخرمها؟ صلاة الفجر والعصر عندك نسبة لخبطة، ولديك انحراف في بوصلة ماذا؟ في بوصلة الانقياد. هل علاقتك مع أرحامك علاقة كاملة أو يوجد رحم لا تسلم عليه؟ واحد من الأرحام يكفي أن تقطعه فيلعنك ربك، أعوذ بالله. واحد؟ إي والله واحد. واحد من أبناء عمي؟ نعم. واحد من أخوالي؟ نعم. إذن لديك انحراف في مستوى الاستقامة على أمر الله. أحبابي يحتاج كل واحد منا إلى أن يكاشف نفسه. تصدقون أن بعضنا يا أحبابي خايف من نفسه، ما يقدر يجتمع مع نفسه، خايف أنها تفضحه. يعني لو جلس بينه وبين نفسه: ها صلاتك، عقوقك، برك، صلتك، صدقاتك. أحبابي أليس من الانحراف مثلا أن بعضنا يعتقد أن المال إذا قبضه أنه إذا أنفقه نقص؟ طيب كيف نقص والذي أعطاك إياه يقول ما نقص مال؟ عندك لخبطة في الاستجابة، ولا في الأصل أنه يقول ما نقص مال من صدقة، لكن تحتاج إلى أن تنقاد لأمر الله عندما يأمرك. إذن أعود إلى مراتب مخالفة أمر نبيه عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول قلنا مخالفة الكفار له، فخالفوا في أصل التوحيد وفي أصل النبوة وفي أصل البعثة، وهؤلاء يعيشون ما عاشوا أذلة وهم صاغرون. ولذلك أمر الله جند التوحيد إذا قاتلوا الكفار فاختار الكافر أن يبقى على كفره أن يدفع الجزية. ماذا قال؟ يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن المال الذي يدفعونه ليس تبريرا لبقائهم على الكفر. لا، ما أعطني مال هو لأني أريدك أن تعلم أنك ذليل بعدم استجابتك لأمر الله بالتوحيد. تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. الثاني من مراتب مخالفة نبينا عليه الصلاة والسلام، مراتب مخالفة النبي ومخالفة الله جل وعلا في الأمر، بالابتداع في الدين، وهذه المنزلة أخطر من الكفر. إذا كانت البدعة التي ابتدعها المبتدع بدعة شركية، والبدعة كلها ضلالة، والضلالة كلها في النار، لكن في بدع قد تكون في العادات، قد تزيد في بعض العبادات، وقد تزيد في بعض الأذكار، لكنك تأتي في إطار طاعة تطورها من جهلك لكي تصل بها في ظنك إلى رضا ربك، وهذا لا يوصلك إلا الاتباع. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لكن هناك بدع، لا، بدع مضلة مكفرة،
وهذه عذاب من ابتدعها وخالف أمر الله فيها، عذابه أعظم وعذابه أنكى، وذلك بماذا؟ وهي ما ذكرته في البداية، وهي البدع المكفرة. من يذكر لي بدعة مكفرة؟ من يذكر لي بدعة مكفرة خالف فيها المبتدع أمر الله وأمر رسوله فكفر، ومن اتبعه في مخالفته كفر. ذكرنا بعضا منها. بدعة مكفرة، المولد. المولد هي ليست بدعة مكفرة لمن يعمله جاهلا، وليست في أصلها مكفرة إلا إذا كان الذي يقيم المولد يعظم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لا يليق إلا بربه، مثل بعض القصائد، قصائد البوصيري وغيرها، التي جعلوا محمدا عليه الصلاة والسلام على كل شيء قدير، وأخرجوه من دائرة البشرية إلى دائرة الربوبية، هذا كفر. لكن الذي ينشد المدائح نقول أنت بدعتك لا تصل بك إلى التكفير إذا كنت لم تبلغه، لكنها بدعة مضلة. وهل عليه فتنة؟ نعم يفتن. ما تلاحظون الآن ما أنك ذكرت في المولد، الآن لاحظ تجد أن الذي يحتفل بالمولد ما هو؟ أنا مرة في بلد من بلاد المسلمين وجدت احتفالا بالمولد، 12 من شهر ربيع الأول، في ذاك العام كنت ذاهب لكي أشتري كتب، فوجدت مجموعة أحدهم يرقص ومعه دف، يضرب الدف ويتمايل، فلما انتهى قلت له السلام عليكم، صليت الفجر؟ قال لا والله ما صليت. صليت الظهر إن كنا بعد العصر؟ قال لا والله ما صليت. طيب أنت تقول طلع البدر وقعد أنت تحب الحبيب حبا عظيما، أي حب هذا أعرج وأعور وأخرق؟ أنت والدك، ابنك، لو أن ابنك لا يستجيب لأمرك ويجيب مويه قال لا تطلع ويطلع، ثم يقول يا بابا أحبك، إيش تسوي؟ قال أعطيه على عيونك. قلت طيب الله مفروض نعطيك أنت الآن على عيونك، الله يجزاك خير، لأنك تدعي حب محمد عليه الصلاة والسلام وأنت مخالف لأمره. لذلك أحبابي، البدع المكفرة مثل ماذا؟ مثل أن يدعو رجل جماعة قرية ونحوها إلى أن يبنوا فوق قبر رجل صالح ضريحا، ثم يبدأ يضع عليه قطيفة خضراء، ويضع له قبة فوقه وبابا، ثم يعم العمامة على رأسه ويربط إزاره في وسطه، ويدعو الناس لزيارته أو التوسل عنده أو الدعاء له أو النذر له أو الذبح على أنصابه. أو هذه ليست بدعة بس، والعجيب أن بعض بلاد المسلمين لربما، ويمكن يكون عند بعضنا هنا فيما يختفي به بعض أهل الشرك، لربما البعض يعتقد من كبار السن خاصة أنه إن لم يفعل ذلك خشي على نفسه وعلى ولده. ومن البدع المكفرة والتي تخرج دعوة الناس إلى السحرة، الساحر كافر والذاهب إليه لا تقبل صلاة، إذا سأله وإن صدقه كفر بما أنزل على محمد. لذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النوع الثالث من أنواع الفتن أو المخالفة هي مخالفة قول الله ورسوله من باب المعصية مع استقرار القلب بالتوحيد، وهم أهل الكبائر. يسرق لكنه ذليل بسرقته، يعلم حرمة ما فعل، يفطر في رمضان وهو يعلم أن ذلك كبيرة لكنه لا يستحل الفطر. وهؤلاء أهل العصاة عليهم سواد المعصية وضيق الصدور، لكنهم لا يصلون لأهل الكفر ولا إلى أهل الابتداع، لكن على نسبة المخالفة يبعد عن معين السعادة والعزة. قاعدة: أعزنا من هو؟ ليس أكثرنا مالا ولا علما، أعزنا هو أقلنا مخالفة لأمر الله ولرسوله. ولذلك قال ابن القيم: إن الشرور كلها فوق الأرض جميعها، كل الشرور وقادها الشيطان. الشيطان لماذا طرد عن ملكوت السماء؟
ولماذا لعن؟ لماذا لعن؟ لأنه خالف. ولذلك الشيطان يقود على كوكب الأرض أهل اللعنة صلى الله العافية والسلامة، والمطرودين من رحمة ذي المنة جل وعلا. ولذلك كل الشرور فوق الأرض تعود إلى المخالفة أمر الله ورسوله. تصوروا أحبابي لو أننا إذا أردنا أن نخطو خطوة سألنا ما هو حكم الله فيها، ما هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام فيها، هل نخطئ؟ لماذا أنزل الله كتابا ولماذا أرسل رسولا؟ لماذا أحبابي؟ النبي ليس موجود عليه الصلاة والسلام، لكن هديه موجود أم لا؟ الكتاب الذي أنزل معه موجود أم لا؟ المفسر للكتاب الذي أنزله الله معنا أم لا؟ إذن لن نضل. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة، ما قال القانون الفرنسي ولا الإنجليزي ولا أنظمة البشر الذين تسير البشر، إنما الذي جعل ترمومتر السعادة والعزة هو مستوى الانقياد والقرب من أمر الله ومن أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. أحبابي، قوله جل وعلا عندما أمر بالاقتداء، قال جل وعلا عندما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة ما هي؟ قال بعض أهل العلم أنها الشرك. الفتنة قالوا يعيش في الشك، البعض منهم قال يعيش مغضوبا عليه ضالا في الحياة. لماذا في سورة الفاتحة نستعيذ بالله من الضالين ومن المغضوب عليهم؟ لما؟ ما هي جريمة اليهود؟ عندهم علم ما عملوا به. ما هي جريمة النصارى؟ عملوا بلا علم. فشبه الله اليهود بالحمار، وشبه الله النصارى بالكلب. الحمار لو تضع على ظهر الحمار صحيح البخاري أيستفيد؟ طيب حط معها سنن النسائي، حط فوقها كل كتب الأرض، أينقلب الحمار من كونه حمارا؟ كذلك قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكما قال الشاعر العربي: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. الناقة تضع القربة فوق ظهرها وتموت ظمأ مع أن الماء فوق ظهري، طيب ليه ما تشرب الناقة؟ اشتر الناقة أن الماء فوق وكيف تصل إليه؟ هذا مثل الذي عنده علم ولا يعمل به. ولذلك من أصول المخالفة لأمر الله ورسوله أن تكون عندك علم. يعني يا أحبابي، هل يترك الصلاة ما يعلم أنها حرام؟ بلى. الذي يأكل الربا ما يعرف أنها حرام؟ بلى. طيب لماذا نسأل بعض المستفتي، نستفتي بعض من؟ بعضنا إذا أراد يستفتي في الطلاق استفتي من؟ فلان. طيب ليه ما تستفتي فلان اللي يستيك في الطلاق أيضا في القروض الربوية؟ لا، قال هذا والله الشيخ شديد شوي، الله يجزاك خير. ها، نبدأ ننتقي في طلبة العلم حتى يكون إيماننا مجموعة آراء شواذ في الآراء، نأخذ الأدلة أحد أو الفتاوى منزوعة الدليل. لذلك أحبابي، من أخطر ما يدمر الحياة، وأختم لأن الدرس ينتهي الآن، وأختم أقول مما يدمر الحياة أن تعبد الله على علم تخالفه بفعلك، أو أن تعبد الله على جهل لا علم لك به. ولذلك الله سمى للكلب، سمى النصارى وصفا بالكلاب، لما؟ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تعطيه الكلب تخليه على أعظم أنهار الدنيا وأعذبها يشرب يلهث، جاي للنهر يشرب يلهث. يا سب، طيب متى هذا يتوقف؟ هذا مثل الذي يعبد ربه على جهل. طيب من السعيد في الحياة؟ من هو؟ قانون السعادة رسمتها سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. من هم يا ربي أهل هذا الطريق وما صفة السالكين؟ قال: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
طيب يا ربي هؤلاء كيف وصلوا لمرضاتك وجنتك؟ قال طريقهم غير اليهود الذين تعبدوا بعلم بغير عبدوا وهم يعلمون الحق عبدوا فخالفوا الحق الذي يعلمونه، وغير النصارى الذين عبدوا الله بلا علم. يعني إذا أردت تصل فاعرف مراد الله ومراد رسوله حتى لا تخالفها، ثم انحر، انحر هوى نفسك، انحر الهوى، ولا تقدم مراد نفسك على مراد ربك، واستجب لله حتى فيما يكون هواك فيما يخالف هواك. ولذلك ذكر في الحديث أن الإيمان يتحقق حتى يكون هواك تبعا لما جئت به، هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء ما أنزلته على نبيك يا رب العالمين. نختم هذه السورة بأن نقول ما نسمعه من أوامر ونواهي بقول الحق يا أيها الذين آمنوا، أو بأوامر ونواهي من خير الورى الذي لا ينطق عن الهوى، سعادتك في مستوى الاستجابة لهذا الأمر وترك ذاك النهي تعيش سعيدا، فإن آخر محطة من محطات وصول المنيبين المخبتين المنكسرين المتبعين آخر محطة جنات النعيم، جمعنا الله بها أجمعين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.